مساء الخير. مصر اللي متوحدة من أيام الملك مينا بقت شظايا قنبلة وانفجرت في وجه جميع. إيه اللي بيحصل؟ أستاذ عاصم. نعم. ربنا يخليك. إحنا عمالين نتكلم عن الشفافية الشفافية الشفافية. الشفافية دي ودتنا لغاية فين؟ ما زلنا منقسمين وكل واحد بيقولك لازم الشفافية لازم الشفافية. نعمل إيه؟ عشان ما فيش شفافية الحكم بيحكم بمعزل عن الناس. الحكم مثلا إيه؟ الحكم استفرد بمجلس الشورى، وده مجلس يعني نجح بنسبة 7%، وكلنا عارفين إن المجلس محدود تماما يعني. فقرر إن هو ينفذ كل ما يتراءى للجماعة وله بعيدا عن إرادة الشعب. يخصخص الصحف القومية، مش عارف يأخون مفاصل الدولة، مش عارف يعمل إيه. وفي النهاية إحنا هما بيعرفونا بس إحنا عملنا كذا، لكن ما فيش شفافية بحيث إنه لنا إحنا بنعمل كذا ورأيكم ونشارك. نحن لا نشارك في صنع القرار، نحن لا نشارك إطلاقا. طب اسمع، أنا أقول لك على حاجة. نيمت يومين انفجرت حكاية غريبة جدا. إحنا عرفنا إن الدولة مش رسميا ولكن وديا خيرت الشاطر وحسن مالك بيتفاوضوا مع 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 حسين سالم عشان خاطر ياخدوا مش عارف يسترجعوا امواله بنصيب 50%، ثم بعد كده وقت ناويين ان هم مش عارف يبيعوها لفين ويعملوا ايه ويعملوا ايه. هم الوسطاء، هم اللي تفاوضوا وهم اللي اتكلموا، واخيرا الدوله بعد ما اكتشفت ان هم حققوا كل دوت قررت انها تعلننا وتقول لنا ايه احنا بنوصل لاتفاق وكده. طب فين القنوات؟ فين الشعب؟ فين الناس؟ فين الخبراء الاقتصاد؟ فين؟ مفيش ده خالص. هم بيصرفوا لوحدهم وهم بالاخر يعلنوا احنا بنعمل كذا. ده انا قريت كمان انهم تراجعوا عن حكاية ان كل واحد يساوي المشاكل ويتصالحوا. ما هو ده هو تراجعوا تكتيكي على اساس ان مجلس الشورى هيشكل لجنة من خلال هذه اللجنة يقولوا احنا وتوصلنا، يعني يلبسوها شكل شرعي، يلبسوا الاتفاق اللي هم عملوه ودي هيلبسوه شكل شرعي، يقولوا ايوه ده مجلس الشورى اللي توصل والاخر. انا اصلا ان هم مش صرحه معانا، ما هماش شفافين في التعامل معانا. طب سؤال برضو يا استاذ عاصم، يعني من اول ما ابتدينا الثوره كان في الناس بتعرض الخطه بتاعتهم او عاوزين يعملوا ايه. طب ما ده من اياميها، حتى ما كانش في اي حاجه بتوضح انها حاجه مفهومه ومعروفه وبتوقيت وحاسبوني امتى لما اخلص ده او ما اخلصش ده. عايزه اقول بس كلمه عشان هي دي اللي صحت عندي، يعني صحت الذاكره. انا رايي ان الثوره لما قامت، ويمكن اكون غلطانه وصلحني لو انا غلطانه، ما كانش فيه. انت ما بتغلطيش يا ربي خير. الله اكبر. معلش يعني ايه ما كانش فيه ست المرشد بقى هي كده ست المرشد بقى بلاش ما ايه ما دخلناش في الحاجات اللي لا ما كانش فيه استراتيجي. يعني كان فيه احساس رائع وجميل ان انتوا عايزين تعملوا حاجه وان احنا نعمل حاجه وان البلد دي تخلص من اي ظلم او اي قمع او او او، ولكن ما كانش فيه استراتيجي معمول علشان توصل ازاي للي هي عايزاه. مفيش في الديمقراطيه، في الاقتصاد، في التعليم، في الفقر، في كل حاجه. ودونا نسب كلها غلط. طب النسب دي بناخدها منين؟ شوف انا هقول لك على حاجه طبعًا. مهمه مثلا بعيدا عن انا يعني علاقتنا في المعارضه بالاخوان، وان انا لما خدت فتره معاهم، لما شفت مشروع النهضه اللي كان بيسوق له ايام ترشيح الدكتور مرسي انه هيجلب استثمارات للدوله 200 مليار، انا استغربت جدا، قلت ده اوباما اللي هو رئيس اكبر اقتصاد دوله في العالم مش ما قدرش يجيب دي لامريكا. وبالتالي حسيت ان في وهم بيتباع للناس. بس في النهايه انا كان قدامي خيارين، سيء واسوأ. طبعا. فبالتالي انا عن نفسي كنت مقاطع الانتخابات ولم انتخب مرسي، ولكن لما جينا لمساله الاصطفاء يعني جبهه الفيرمونت، انا رحت عشان بس اكون شاهد على الحدث عشان اطلع اتكلم. طب ممكن اقطع بس في حاجه او تعرف هيحصل فيه ايه؟ اتفضل. يا خلينا زعلان من حاجه جابت فيرمونت دي خالص. انا لما رحت الفيرمونت حضرتك وكنت موجود، كنت موجود كشاهد على الاتفاق اللي كان موجود. للاسف صدقتوه وقتها؟ انا ما صدقتوش، لان انا جوه لما كنت موجود كان دكتور اسامه ياسين. لا انا شفت حاجه غريبه جوه في الاجتماع، كل رجال خيره الشاطر كانوا هم المحيطين بمرسي. واحنا في الداخل حصلت مشادات في مساله الاختلاف على رئيس الحكومه. احنا كنا في الاول عاوزين يعني شخصيه وطنيه، هم كانوا عاوزين يعني تكنوقراط، هم قالوا انكم من الحريه والعداله، وبعدين حصلت مشكله.
فلما جينا نتكلم على مساله التحركات القديمه قالوا احنا اتاخرنا والاعلام مستنينا والكلام ده كدابين. كنت المس ان في كذب يمارس، عشان كده انا رفضت ان انا اطلع على المنصه واكون ورا الدكتور كدابين. ولذلك بمجرد ما تم ترشيح هشام قنديل، لما قعدوا شهرين ما جابوش رئيس حكومه ورشحوا هشام قنديل، انا طلعت مباشره وقلت الاتفاق اللي حصلت في فيرمونت. انت بتقول حاجه يعني مهمة جدا، يعني هل معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ان الاخوان المسلمين لو ما وفقوش، مش عاوز اقول فشلوا، لو ما وفقوش انهم يقودوا هذه المسيرة، معنتها ان الدين الاسلامي بتاعي كمان حيجرح؟ ما هدي المشكلة بقى. لا لا لا، انا مش انا انا ضد ان الدين يخش افصل الدين الاسلامي عن جماعة الاخوان، علشان تشويه للدين. جماعة الاخوان دي جماعة، جماعة حزب سياسي يا جماعة، ده حزب سياسي ملوش دعوه بالدين. الله، هو انا هو انا كمني مش في الاخوان او بعارض الاخوان معناها ان انا يعني ناقص دين؟ يا استاذ عاصم، انا شخصيا حاسس ان انا بعمل غلط، انا بصلي وبصوم وحجيت وكل الحاجات دي. ما حدش يشككك في علاقتك بربنا، بتوصل لكده. هو الجمهور النهارده شايف الكلام المهم. اما انا فاهم، بس لا. الجمهور النهارده انا اللي يهمني، انا اسف جدا، أنا يهمني يا أسرة ديني وبلدي، الاتنين لما بيخشوا في بعض أنا لا بقيت خايف إن اللي بلدي بتعمله فيا، وخايف في نفس الوقت على ديني. الدين يا جماعة ما همش دعوة بالدين، ده حزب سياسي. ما فيش حد، ده حزب سياسي، انت محتاج لحد يعرفك دينك. ده حزب سياسي وتاجر بشعارات دينيه عشان نسمعها بس شويه. لا محدش يتدخل في الدين. هي اصلا قطعتني مرتين، فعرفت عندك قطعني 30 مره قطعني، بس انا قلت بتيجي حته الدين دي. ما ينفعش ابدا ان انا النهارده حد هو اللي يحكم عليا. انا علاقتي بالله علاقتي خاصه جدا بالله، هو حر فيا، وهو ده اللي ربنا قاله لنا. لا يعني النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له وما عليك الا البلاغ. ان عليك الا البلاغ. نعم يعني عشان كده انا هسال، هقول لك حاجه، هذا الاسلام العظيم، هذا الدين العظيم اللي جاب الارض من مشارقها لمغربها وحوى في داخله وفي بوتقته سهر جنسيات واثنيات عرقيه ولغويه مختلفه واراء فقهيه متعدده وطوائف مختلفة وأمزجة مختلفة وشعوب يمتزج مختلفة ويختزل في جماعة الإخوان المسلمين. هؤلاء يعني يضرون دين وخصخصوا الدين. هؤلاء لا علاقة لهم بالدين. هو الدين قال لك اكسب؟ هو الدين قال لك أنك تستخدم الداخلية تقتل الناس؟ تقتل. هو أنت مش عايز تعرف حاجة، إن في حاجة اسمها ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب؟ مش اللي قتل يقتل يا أخي؟ ده زكريا عزمي طلع، وصفوة الشريف طلع، ويعني حضرتك وفتح حصره طلع حضرتك، ودلوقتي مبارك هيطلع. يبقى دلوقتي حضرتك نقول الحرية للنشط السياسي حبيب العدل بقى. هو يعني الدين قال لك انك تعين ولادك في المراكز المتميزه وتسيب يعني افراد الشعب فيها يا جماعه. يعني سيدنا عمر لما واحد بس يتكلم علشان حتى نقدر. الدين مش ظالم، عمره ما الدين ظالم. الدين مش ظالم، احنا اللي ظلمه. أيوة. وبنظلم الدين معانا يا جماعه. هم اللي ظلمه مش احنا، هم اللي ظلمه يعني احنا كبشر. بني ادم، البني ادم ظالم. وممكن اختلف معاك شيئا، ولكن انا ممكن اختلف معاكي، انا ما عنديش مانع، ممكن اعمل ابقى انا الراجل الوحش جدا، ولكن المفروض اللي انا اعرفه برضو من ديني ان اللي حاسبني مرجعيه دينيه. الاصول هو ربنا بيقول ايه؟ تتبع الاصول. بالنسبه للدين بقى علشان ما نخشش على بعض ونتكلم. انا مش هتكلم خلاص، نستنى شويه هنتكلم تاني، لكن بعد الفاصل. مساء الخير. مصر رايحه لفين؟ الظاهر ان احنا هنحتاج اكتر من حلقه علشان نتكلم فيها. ولكن انا الحاجه اللي برضو دايره اليومين دول خاصه، انا قابلت حد وقال لي في فيلم، كان الاستاذ مش فاكر مين قال لي، هو كان علاء ولي الدين، قالوا لي حكايه هو الضرب كده على طول ما فيش شتيمه. فاحنا دلوقتي ما زلنا في مرحله الشتيمه، وناس سالوني قالوا لي احنا هنضرب في بعض قريب، ولا ايه رايك يا استاذ؟ انا كنت طول الوقت خايفه من حته الفتنه، طول الوقت لما كنت بتكلم كنت بقول ايه،
خدوا بالكم من الفتنة، خدوا بالكم من الفتنة، احنا عايشين في وقت الفتنة ووقت الفوضى. تمام. وده ممكن يكون بشكل زي ما أستاذ عاصم قال، ممكن يكون شيء صحي، بس لو زاد عن حده مش هيبقى صحي. بس هو مفيش فتنة، هو في خلاف بين مؤسسة حاكمة. والله وفتنة، لأن الفتنة لما بتخش في الدين هي دي نوع الفتنة اللي أنا بتكلم عنها، إن احنا ممكن نقوم بحرب أهلية. نبقى واعيين. طب ما هو ده لازم تبقى واعي، عشان كده لازم ناخد بالنا. ما هو كمان احنا مسلمين، مش المفروض ان احنا نمد ايدنا على بعض؟ احنا مسلمين واقباط في مصر، احنا مش بس مسلمين، احنا مسلمين واقباط ومصريين. قبل ما يكون خلاف الديني، مصر طول عمرها المجتمع المصري بيتميز على مستوى الشرق الاوسط ان هو الاكثر ثباتا، علشان كده كان الرهان الحقيقي بيكون على مصر. صح. بس انا في حاجه عايز، رساله مهمه جدا عايز اوجهها للاخوان. بس انا عاوز ادافع عن صديقنا هشام، ان هو بيقول احنا مسلمين، هو بيقصد مسلمين واقباط طبعا. طبعا يعني هو قصدي يعني كلمه قبط على فكره معناها مصري. معناها مصري على فكره. بس انا عايز اقول حاجه في علاقه انا لسه بقول لكم يعني، انا بقيت يعني شاكك ان انا مسلم، فيعني ان انا بقول احنا مسلمين ده عشان ااكد يعني. دي المشكله الان الموجوده، ان يعني الثروه والسلطه لما بيتحكموا بيتحول التاجر إلى حاكم والحاكم إلى تاجر. طبعا. وفي نفس الوقت لما بيبقى رجل الدين اللي هو بيتكلم في الشيء المقدس واللاهوتي هو رجل السياسة بيمتزج. السياسة شيء نسبي والدين مطلق، فلا تدخل النسبي في المطلق. علشان كده هم نغيب عنهم حاجة مهمة جدا في الدين الإسلامي في رأيي، اللي هي مختزلين الدين في مسألة الحدود. في حاجة في الإسلام في الشريعة اسمها المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، اللي هي حفظ النفس وحفظ الأمن والقضايا التعليمية والسياسية والصحية، وده اللي طبقوا العدالة والتنمية في تركيا. هم مش فاهمين الدين صح، هم عندهم كان لهث خلف السلطة، وعشان كده هو مش لاقي حلول للقضايا الموجودة في المجتمع. أنا في حاجة مألماني أوي في نفسي بصراحة، إن الداخلية لحد دلوقتي بتقعد تعذب في الشباب. مسألة غريبة جدا، مسألة غريبة جدا، ان الداخلية تستخدم جماعات الإخوان عشان خطر في ايه يا جماعة؟ ما هو يا فندم ما تقدرش تخلي واحد اتعود على حاجة لمدة 60 سنة انه يجي في يوم وليلة يغيرها. لا ده بيغيرها، ده بيجيب الجماعات الميليشيات الإخوان يدربها ويقفوا مع بعض يضربوا في الشباب. ده كلام شباب صحيح. الثورة ايه ده؟ عشان كده حضرتك قلنا له، حضرتك يا فندم قلنا له هيكل الداخلية، وعند مرسي عنده ملف مهم جدا اسمه ملف العداله الانتقاليه. قصدك الرئيس مرسي؟ انا بالنسبه الي مرسي فقد شرعيته، لانه مسؤول عن هذه الدماء التي سالت. الناس ما تختزلش الشرعيه في الصندوق. الانسان المصري كرامته وروحه ودمه اغلى من اي مؤسسه. ده ربنا قال، النبي لما قال لهدم الكعبه عند الله اهون من قتل انسان. طبعا. تيجي انت تقول لي منشات وتقول لي مش عارف ايه وبتقتل الناس وبتعذب الناس، وانا متعجب من الوزراء الموجودين زي الوزير مكي مثلا لما بيطلع يبرر هذا الامر وقانون التظاهر اللي حاطينه. يا سياده الوزير يا محترم، يا اللي انت بتاع تيار الاستقلال اللي احنا وقفنا معاك، ده مبارك معرفش يمرر قانون التظاهر، علشان كده انا بقولها لك بل واشرب ميته. طيب مش ممكن يسرى، بالنسبه للكلام اللي بنقوله ده، الاعلام والفن والتعليم ده ملوش يد في اللي بيحصل فينا ده؟ هو في فن دلوقتي؟ لأن انت شايف ان في فن يا فندم؟ انت شايف ان في فن؟ احنا وفي بعض الدعاة طالعين عشان والله مش عارف عمالين يقولوا في ابداع مش في فن بس. لا لا، بس هقول لك حاجه، احنا اكيد عندنا ابداع واكيد بنقاوم واكيد موجودين. تمام. لكن ما احناش يعني حتى شغلنا بقى متعسر. يعني طبعا انت بتشتغل في وقت في ظروف صعبه جدا. تمام. بس مش هنتكلم بس عن الفن، التعليم ده اساس، القضاء على الفقر ده اساس. بص، هي زي انا شايفه ان الاعلام، حريه الصحافه، انا شايفه الاعلاميين اللي موجودين النهارده في التوك شوز هم اللي في الصف الاول اللي بيضربوا الرصاص على كل ظالم للامانه. تمام. وهم عندهم برضو قنوات تانية بتضرب الرصاص على كل ظالم اللي زينا. احنا مش ظلمه، ما احنا مظلومين. احنا هناك عاوزين فرق. احنا مش عاوزين الميزان يفضل يتحرك. لا لا لا، احنا مش ظلمه، احنا ما ظلمناهمش. علما بان معظم القنوات اللي بيهاجموها يا استاذ عاصم حضرتك هي القنوات اللي بتستضيف اعضاء الاخوان المسلمين.
ده كله ده هم ضيوف مستمرين هناك يا اخوانا. احنا ضيوف مستمرين هم. ال- ال- الاعلام كان بيدافع عنهم وهم في سجون الرئيس مبارك. احنا كنا بندافع عنهم عارف ليه؟ الله هقول لك. احنا كنا في الاعلام وكنا نرفض ان احنا نستخدم اللفظ الحكومي المحظوره. كنا باستمرار نقول لا دول جماعه مظلومه وجماعه مناضله يعني الناس دول دافعوا عنهم لحد الاخر. وقت ما قرر الشبان اطلاق شراره الثوره قالوا لا مش هنشارك معاك. طب ليه بعونا؟ قالوا مش هنشارك معاك. ايوه طب ليه بعونا؟ قالوا بقى ما هو معاهم ده كلام. رد عليا انا كنت بقى انا سبتهم في 2006 وانا كنت انا عاوز اعرف لك اسيب الحلقه دي غير لما تقول لي ليه عشان حققوا اللي عاوزينه. خدوا الحكم فخلاص مش عاوزين قوة اخرى. هقول لك على حاجه عاوزين يستأثروا بالحكم لوحده. صحيح ده كلام مظبوط. هقول لك على حاجه ثانيه حضرتك. احنا كنا ليه بندافع عن الاخوان؟ لان كانوا مظلومين ضد نظام مبارك. اه طبعا. فكنا دايما بنقف مع المظلوم. وعلى فكره مبارك ظلمنا قوي والله. انا من الجيل بتاع ظلم. انا عاوز اشوف بلدي احسن. اه طبعا كلنا. انا عاوز امنيه تتحقق. الشعب الشباب الغلبان اللي طالع بعده والجيل الصغير ده عاوز امنيه تتحقق. حرام يا اخوان تدفنوا احلام الشباب المصري ودم الشهداء اللي راح في طريق الحريه. يا استاذ ده لسه طول عمرهم فيه. حضرتك لما كانوا موجودين في المعارضه كانوا بيلعبوا لمصلحتهم الخاصه. رجلي هنا ورجلي هنا. نروح نتفق على حاجه يسيبونا نروح نتفقوا مع امن الدوله وحسن عبد الرحمن طبعاً. يوم عمر سليمان يا فندم اتفقنا ان في جمعيه الوطنيه للتغيير مش هنتناقش او نتحاور مع عمر سليمان. وبعتنا الدكتور ابو الغار برساله لاحمد شفيق مش لعمر سليمان. طب الثقه دي حتى لو حد جه غير الدكتور مرسي الثقه دي هتفضل برضو مشقوقه بين اللي هيجي وبين حد. الجماعات وبين السلفيين. البرادعي لو جه او حمدين لو جه يحصل صلح. او حتى ابو الفتوح جه ولا ابو خالد علي جه او اي حد مش هيحقق طلبات الناس. الناس هتخرج عليه. لازم التوافق الوطني المصالحه الوطنيه. ان لم يتتحقق المصالحه الوطنيه والتوافق الوطني العام عمر مفاصيل هيحكم عمرهم ما يحكم. لكن اللي جوه النفوس يا فندم ما هو محدش عارفها. اللي جوه عارفها. النفوس ده كله حضرتك بيزول. احنا مش بنتخانق على طرطه كله بيزول. احنا بنتخانق على بلد. لا اعظم بلد في المنطقه مع الاسف هم بيتعاملوا كده. وعلى فكره ده قدر مصري من زمان. مصري بيتعامل معاها في بعض الاشخاص شافوها كانها وطن. وانا افتكر في الحاله دي حسن طوبار اللي هو اللي وقف ضد الانجليز كان من اسر اسرياء دمياط. وبعدين حضرتك هناك من راها كعكه وهناك من راها انها صفقه. الاخوان شايفين مصر انها صفقة. كعكه وصفقه كمان صفقة. مع بعض صفقة. طب ما هم عندهم مليارديرات حسن مالك وخالد شط ما يساعدوا الاقتصاد المصري بدل ما رايحين يخلونا نتداين ويفقروا الناس ويشيلوا الدعم مع الناس الغلابه. الناس في مصر بتموت من الجوع وبيقتلوا في الشباب وفي نفس الوقت وبيتاجروا باموال المصريين المهاجرين في الهاربين بالاموال بيتاجروا بيها وياخدوا عمولات وغيره. في يا جماعه انا مش ممكن قادر اصدق ان هذه السلطه فقدت اخلاقياتها بهذه الدرجه. وبعدين في حاجه مهمه لما شفنا مليونيه نبذ العنف اللي كانت امبارح نبذ العنف برفع علم القاعده والشيخ يخطب ويقول لك ايه حضرتك بقى لا حرج على جماعه الاخوان الشقيقه الكبرى حتى تضع الحرب اوزارها. احنا في حرب انت في حتى تضع الحرب اوزارها. ايوه جيت لكلمه ده علشان جيت لكلمه الفتنه عشان يبقى ضد العنف يعني. طب حضرتك هو حضرتك انت بتنبذ العنف بعلم القاعده بعلم القاعده من فضلك من فضلك دي واحده لا هقطعك معلش انا مع احترامي وتقديري ليك. هو مين اللي بيعمل العنف ده؟ في يا جماعه ده الناس بتعمل مظاهرات من حقها انها تعمل مظاهرات. فانت بتقابل هذه المظاهرات بالخرطوش وبالرصاص وبالقنابل المسيله للدموع وبالضرب الموجع. ما حدش هيضرب حد ان شاء الله بعد كده. يعني وقت ما اطلع في مظاهره انا امتى؟ اطلبك انك تحميني يا استاذ عاصم. تحميني يا استاذ عاصم. اللي انا عايز اقوله ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وده موضوع كبير قوي ولسه غالبا هياخد حلقات ولكن نتكلم تاني وكتير والله. انا لازم دلوقتي اشكر ضيوفي. انا قلت نكمل. لا والله طبعا الاستاذ عاصم حنفي طبعا اشكرك. شكرا جزيلا يسرى حبيبتي ربنا يخليكي وميرسي انك جيتي معايا وتقادم الخطيب اشكرك شكرا واشكركم انكم استحملتوني في اول حلقه ليا وربنا يخليكم ربنا يكون في خير يعني ان شاء الله. وبالنسبه للجمهور تصبحوا على خير. ربنا يخليك يا رب. لان كلنا بنسال روحنا احنا رايحين على فين؟ ايه اللي هيحصل؟ بكره في ايه؟
المؤسسة العسكرية مؤسسة أكثر مؤسسة استقرارا في الدولة هي تمتلك القوة. تمام. وبالتالي كان بالطبيعي حتقول إليها مسألة السلطة. عاوزين مصر الجديدة الديمقراطية، عاوزين مصر الجديدة بنت الناس، صحيح، مش عاوزين مصر الجديدة بتاعت التيار أو غيره. لا، ده كلام إن الفصيل السياسي الآن الموجود في الدور هو الإخوان المسلمين، هو غير قادر على إدراك إنه تحول من كونه معارضة إلى سلطة، وبالتالي شايف إن الحل هو الشارع. هو في أي طلب من المتطلبات الثورة تمت أو اتعمل فيها حاجة؟ طب ما هو مطالب الثورة معروفة من كل الناس، ده صحيح. هل في أي شيء تم في المطالب دي؟ أنت قدمت لنا إيه بالظبط غير إنك أنت بتحاول إنك أنت تسيطر على مفاصل الدولة وتحط في كل وزارة إخواني وتحط في قيادات الوزارات إخوانيين وتحاول إنك أنت تسيطر تماما على مفاصل الدولة عشان تحكم؟ بالكم من الفتنة، إحنا عايشين في وقت الفتنة ووقت الفوضى. تمام.